حفلات الحفلات انا يا بصح الحفلات هما يعيطوا للناس المعروفين، الناس اللي لا يعمروا لهم بصح الصلاه. لا لا انا هضرت بيرسونالمون مع المسؤولين ها هادو في كل مره، نقول لهم وعلاش عندكم هاد الاسماوات، كاين بزاف ناس ما تعيطوا لهمش، كاين نعم هادو ما كاين، يقول لك حنا نخدموا، حنا تاني حنا تاني ندي اون في دو كوميرس، حنا تاني ماذا بينا نجيبوا الناس اللي يحبوهم الغاشي واللي يعمروا لنا الصاله ويدخلوا لنا دراهم باش نعملوا بهذوك الدراهم. حنا صح تاني مؤسسه تجاريه، لازم قد ما نصرفوا قد ما لازم ندخلوا صح دراهم. معليش اختي انا هذه راني معاك فيها، سييني عيط لي صح الا ما صح تعمرتش ما تزيدش تعيط لي، صح اعوذ بالله من كلمه انا، صح وكما يقول لك هذه ماشي كما يقول لك ماشي ثقه ولا زعما يديروا اون افيش يكتبوا احمد الصغير في حفله كذا، اسكو تظن بلي الصاله راح تعمر؟ تتعمر ان شاء الله تتعمر، باسكو علاه فاش تفيقي روحك بلي دخلي غير الفيسبوك عندي صح تعرفي وحدك. صح صح انا بكل كما يقول لك بكل تواضع دوك ندخل الفيسبوك نشوف ندير لايف لايف اسمك احمد مقداد، دوك ندخل الفيسبوك نشوف احمد مقداد كي ندير لايف بكل تواضع لايف تاع نص ساعة ولا يعمر 40 ميل 60 ميل شفت هذه تاع نص ساعة ساعة غير ربع، باسكو انا الجمهور تاعي ما نحبش نعيط له الجمهور، نعيط لهم اصدقائي وخوتي، نغني لهم يوميا لي فيديو، غني لهم في اللايف لايف بالاوركاست تاعي بالاوركاست تاعي وكاع والله غير مليح في استوديو بالاوركاست نغني معاهم، باسكو اختي زهيده كاين ناس مسكين باش يشري تذكره يروح يشوف صح شانتور صح ولا يروح يشوف واحد يبغيه، كاين اللي ما عندوش مسكين دوش. انا اعوذ بالله من كلمه انا صافي بليزي ندخل لك للدار نجي لك للشومبره تاعك تاع في شومبرتك وتشوف فيا لايف كي يكونوا يكومونتيو لك شي واش يقولوا لك زعما كي يكونوا يكومونتيو. والله يا اختي هكذا كي نقول لك تقولي بالك هذا جامي جامي واحد قال لي تعش تغني ولا واحد قال لي يعني الحمد لله كاين عباد هكذايا يحبوا يحبطوا المورال ولا يحبوا زعما يلعبوها وما يفهموا اكثر من الناس ولا هما مخر من الناس ولا صح سي فغي مام حنايا نتلقاو انتقادات كثيره وكلام ماشي مليح بالبزاف، بصح الواحد كي يكون عنده ثقه في نفسه لو عارف بلي الرساله اللي راه يديرها يعني ما يهتمش بهاد سي تو تافي رون سا اكزيست دون انتقاد. شوفي الفنان نابورت كال دومان في الفن الا ما قبلت النقد غير ريح في الدار، صح باسكو النقد هو اللي يخدمك، بصح كاين النقد من النقد خدي ماشي النقد يعني هكذا كيما يقول لك المصريين ازيه والسلام هكذاك باش 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 نتجرحك وخلاص فوالا، يعني كاين النقد من النقد، كاين النقد اللي تتقبليه في غناك ولا يقول لك خويا احمد باغ اكزومبل هذيك الاغنيه لو كان خدمتها بلا كام فلانيه تجي خير صافي بليزير، بدلت الكلمه فلانه تجيك في كلمه خير صافي صح بليز، بصح النقد اللي يدخل لك في امور شخصيه يعني في غنى عنها هذه انا نظن صح باللي يعني هذه تولي في كوتي واحد اخر، تولي لك يعني لـ 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 الاغاني قلت لك لو كان عيط لي عيط لي سيبيني باسكو راني نشوف انا اختي دونك راك فنان يعني تبع دي فوا والله من حقك من حقك تشوفي المؤسسات الدوله ماشي من حقها انها تقصي فلان ولا تخدم غير مع فلان، كل الفنانين الجزائريين عندهم حق في معليش انت يا ماشي معروف معليش ديرك مع زوج ولا ثلاثه معروفين نطبعك معاهم باش تولي معروف وغدو من ذاك انت تولي يدخلوا معك عباد ماشي معروفين باش يولوا معروفين صراخشكم صح هادو اللي راهم دوك يعمروا لي صال كانوا هما تاني كانوا ماشي معروفين زاد كي زاد زاد ديريكت غير بدا اغنيه الاولى عمر 50 ميل صح جامي اختي زهيده انا بنت كلب الحبه في الدنيا هذه، عيط لي سييني خويا عطيني لا شونس كي تشوف باللي درت ديزيرور ولا مانيش تاعها كي ما تعيط ليش صح نتقبلها باسكو تا خويا روح تعلم، بصح انا راني عارف باللي لو كانت عيط لي انا عمر لا باسكو الناس راهم يحوسوا عليا معليش ما يعيطلكش انت ماشي معروف ماكش راح تعمر له الصاله ما يعيطلكش باش يدير لك ان ريسيتال وحدك يعيطلك يكونوا معك زوج ثلاثه معروفين نطبعك انت يا معاهم باش نشوفوا رد فعل لو فيدباك تاع الجمهور تاعك معاك صح هذو الناس اللي يعيطوا لي في العرس ما يعرفوش عرس عباك ما انت عرس عرس راهي لا فامي ماشي عرس ويخسر راهي اكثر من حفله فوالا باسكو راك تدخل لا فامي ماشي لا فامي اون بليس دو سا خطره في حياتي حفله ما درتهاش مليح تتعاود العام الجاي يا بوت بروبليم، بصح كي يعيط لك واحد عرس تاع عائله راهو خسر صاله لا راهو دخلك الفاميل تو ماشي انا بيرسونيل ما ندخلش نيمبورت كي لا فامي هذه مع احنا عندنا حرمة في الجزائر تما ديري حاجة في بالك كي راني مطلوب يعني كيما يقول لك تدخلي على تشوفي الحفلات اللي خدمتها كاين بزاف اللي خدمت معاهم
ما يعرفوش يعرفوا ثاني، بصح انا كيما تعيط ليش زيد تحبطني. وتلاقيت مع فنانين؟ اكيد تلاقيت مع فنانين. واش يقولوا لك باغ اكزومبل لي رومارك اللي يديروهم؟ هذه من هذو لي رومارك يقولوا لي علاه ما علاه ما تخدمش لي تورني معاهم، علاه ما يعيطولكش. كاين بزاف ناس، كاين بزاف فنانين تلاقيت معهم في القنوات، كي كنجوز في القنوات يقول لي بصح تاع علاه ما نشوفوكش في تورني معانا، نورمالمون تاع راك تاع لي تورني معانا. واش نقول لك انا؟ ما نجمش نقول لك خويا عيط لي، عندي شخصيتي انا ثاني في زايده. لا لا ما فيها والو. واحد كيدير حاجه ولا نروح باغ اكزومبل كاش مؤسسه هكذا كبيره معروفه وانا ما هذا وين ديت نعقلهم هاي لك السي في تاعي هاو لك مشيت واني نومبر انا نومبر انا عندي ماشي على لوندا، مش نهضر على لوندا ولا المؤسسات شوفي انا الثقافيه ماشي عيب انه الواحد يروح مؤسسه. كاين مؤسسات بدون ذكر اسماء لونسيه، راك تهضر على لونسيه يعني ماشي لونسيه فوالا ولا كوميتي فات ولا وزاره الثقافه. انا نومبر معاهم يعرفوني وعندي بطاقه تاعهم ولا لوندا كذلك الديوان الوطني حقوق فوالا، انا نومبر عندهم يعرفوني وعندهم غنى تاعي وكلش يعني تا كي ما تعيطليش انا ما نقولكش ما رحتش ليهم، مشيت عندهم ودومونديتهم قلت لهم يا خالتي صح ما فيها والو. انا شوفي والله يا اختي زهيده غير اول كيما يقول لك حاجه الاولى اللي نحوس عليها على هذو لي تورني هذو مع والله ما جلد راه ماشي على جلد راه اعوذ بالله. انا اسمح لي بالك تقول لي راني قاسيه معاك ولا لا؟ لازم نهضروا هكذايا صافي بليزير. شوفي اختي لازم صافي بليزير. انا كي واحد يحكي معايا في 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 في, في حوايج كيما يقول لك لي كاين ناس جمهور يحبوا يعرفوا هذا الفنان اللي جبتيه شكون، مشينا بورت هكا بنعمروا ليميسيون صاي لا لا جا هذا الفنان نحكوا معاه نوروه للناس كيفاه. هذا اللي راك تخسر دراهم وتروح تشري غناه، وهذا اللي تخسر دراهم انت وتروح ديبلاسي تشوفه اسكو يستاهل ولا صح؟ صح يعني ما فيهاش مشكل. لا